بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين غيدق سبورت. ألف ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق أسود الأطلس، السياد العرب، السياد العالم، بعد وصوله لنصف نهائي مونديال قطر، بعد إقصاء للمنتخب البرتغالي. مباراة قوية جدا، ملحمة كروية كان عم يقودها أبطال العرب، أبطال أفريقيا، أبطال العالم. المنتخب المغربي عم يتفوق على المنتخب البرتغالي بهدف نظيف، عم يتأهلوا لدور نصف النهائي بانتظار الفائز من مباراة انجلترا وفرنسا. قبل ما ندخل بالتفاصيل بتمنى انك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس، ما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. طبعا المنتخب المغربي خلونا نكون واقعيين، دخل بكل واقعية، محترم جدا للخصم، محترم للبرتغال وكمية اللاعبين والأسماء والنجوم اللي بيمتلك المنتخب البرتغالي، من برونو فرنانديز للياو لأسماء كثيرة. كنا عم نشوف أيضا أسماء جديدة عم تبرز بالمنتخب البرتغالي. كل هاي الأمور كان بحسبان وليد رجراجي، كان مجهز اللاعبين بشكل كامل رغم يعني عنا إصابات، عم يتحملوا اللاعبين الإصابات، عم يلعبوا تحت الإصابة مثل أشرف حكيمي، مثل علي زياج. اللاعبين كانوا بالمجمل حابين يفوزوا، حابين يفرحوا الشعب المغربي، حابين يفرحوا الوطن العربي. دخلوا المباراة وكانهم أسود، 11 أسد كانوا على أرض الميدان عم يقاتلوا على المباراة. مباراة كان قوي جدا من الطرف البرتغالي، ايضا كان ضاغط. المنتخب المغربي كان ملتزم بخطط وليد الرجراجي، يعني كان عم نشوف لما عم يكون التعليمات دفاعيه بحته، اغلاق المساحات، التراجع الى الخلف، كان عم يتراجع المنتخب المغربي. لما عم يطلب وليد الرجراجي الضغط على حامل الكره، عم نشوف بداوا اللاعبين عم يخرجوا من المناطق والضغط على حامل الكره. لما عم نشوف وليد الرجراجي عم يطالب بالضغط على اللاعبين، عم نشوف بعض اللاعبين حسب التعليم يعني كانوا عم يطبقوا التعليمات بالملي، وبكرة مميزة جدا قدر فيها نصيري من تسجيل هدف ولا أروع من هيك بكرة رأسية بعد ارتقاء، وصل الارتقاء ل 308 متر، رقم خيالي بصراحة، مسافة عالية جدا 308 أمتار. برأيي ما في لاعب في العالم ارتقى بهذا المستوى وقدر يسجل منه هدف ولا أروع من هيك. يعني أيضا ياسين بونو كان مبدع اليوم، حارس يعني يعطيه العافية، جميع اللاعبين كانوا بالمجمل ممتازين جدا. ياسين بونو قدم مباراة تاريخية، بكل مباراة عم يكون حضوره رائع، بكل مباراة عم ينقذ المنتخب المغربي، عم يكون مركز كثير منيح. عندي عتب شوي على جديرة، يعني عم يكون دائما عم توصلوا فرص ممكن يسجل فيها أهداف لكن عم يضيعها، يعني عم نشوف عم توصلوا كتير فرص عم يكون أناني فيها، عم يكون أناني، ممكن كان يريح المنتخب المغربي من دقائق، يعني من 20 دقيقة ممكن يريح المنتخب المغربي وما يخلي المنتخب المغربي يلعب 20 دقيقة أخيرة بضغط. على كل ألف مبروك للمنتخب المغربي. طبعا جديرة تم طرده بعد تلقيه لبطاقة صفراء تانية، بعد تلقيه سابقا على بطاقة صفراء وبالتالي تم طرده بعد بطاقة ثانية. ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق، ألف مبروك للأسود وأطلس، الله يعطيهم العافية. 11 أسد كانوا عم يقاتلوا اليوم على المباراة، مباراة قوية جدا. وبصراحة خلوني أكون واقعي، يعني كنت خائف جدا من مباراة البرتغال، المنتخب المغربي كان قدها وقدود. تحياتي لأسياد العرب، لأسياد العالم، إن شاء الله بالتوفيق في المباراة القادمة. رح ننتظر الفائز اليوم من المنتخب الفرنسي والمنتخب الانجلتري لحتى نشوف مين الطرف الثاني اللي راح يواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي. هاي كانت اغلب التفاصيل، انتظروا من الفيديوهات الجديده، ما تنسوني من دعمكم، تبقوا بخير وصحه وسعاده. سلام عليكم.